لقد كلية كلمة حقه آدي آدو قرح بضن لكن لدون أيو إن لفهمه وحان هل كان كسلام إياه مدحويناها قرن كالصوماليات إيما ذحذا فردي ذا دمان أنا كسلام إياه من سبيدونا أنا رمتي كوهد ليا مقع وزارة أوقافتا إي أرماها دينتا وبريهن عدعت وعيقيلين تكو عدعت إن لهر استاغو شعب كان صومالية كو عدعت وحان سيقارة هل كان أغا سلام يا علماء الدين كهي أدى قود علماء الدين كصومالية وقلبي قيق قوين رمتي جعل هينا مركا هل كان لغا هاد ليا تدك أغوه الرئي أمودان إلا سلام إلا غيال علماء الدينك حالك أي أرنكو حالك أكقر ميوحويا علماء ديني إنما يخشى الله من عباده العلماء إلهي أهر بريي ورثة الأنبياءها إن قدال مركا لوضا الشيخ تدكيوردان إن إيغي قدال لماريو أنه إلهي قدال بونا مريي سداد أركيسان aynu ugu horeysiino maanta walaalayaal waxaan doonayaa ku dheeraan maayo jaalada madaxweyne ee dulqaada in yar runtii waxaan doonayaa garsoor ka hadli maaye garsoorayaashan la hadlaya garsoorayaal Soomaaliya garsoorayaalka jooga ideelkood ka ugu sarreeya wasiirka garsoorka qaranka ilaa iyo ka ugu yar ee geed hoostii labo gar ugu kala goynay ayaa la hadlayaa siduu Ilaahay ula hadlay arrinka aad haysaan ee garsoorida ah waa arrin ay diideen oo ay qaadi waayeen saddexda khalqi Ilaahay ugu weyn ugu culus waa samaawaadka waa buuraha iyo dhulalka way diideen inay qaadaan iyagoo ogsoon garsoorka culayska uu leeyahay ninka maanta garsoor qaada oo garsoori noqda ha ogaado waxa uu dhabarka ku qaaday buuraha saaran adduunka buuraha uunka saaran oad garanaysaa buurta inta ay cirka jirta ayay dhulka jirtaa ayuu dhabarka ku qaaday xaalkiisu marka waa laba un maadaama culayskan aad qaadeen xaalkiinu waa labo إما إن آد عليسكا ماشي للربي إن آد دكتان أو آد إلهي كالميستان مقشان وركيسا بحايا لوحو إذي شيئا يا عليسكا آد قادين وحي فدو ديني إما إن آد ديدان سدي إن بدن أد ديدي أو مركا إبليس أو قرب كيني قالو إلهين قرب كيني كبوحو أو نبركا آد كجبتان آد دونكن آخرنا عذابكا آد تكتان garsoor kan markii loo dhiibay qofkii ugu horeeyay loo dhiibay xabiibkeenu aha sallallahu alayhi wa sallam laakin haddana eeg culayska alle waa og yahay wuxuu ugu daray wixii fududeyn lahaa wuxuu yiri wa in hakamta aad u fura dhegihiina wa in hakamta fahkum baynahum bilqist inna allaha yuhibbu almuqsitin haddaad wax kale xukumaysid muhammad قرصور صلى الله عليه وسلم قرصور وها هداد لبو النزاع وحي كولي ما دين آتك حكومة يسيد فاحكم بينهم بالقسط والحكومة دو وي آذكتها وي علوستها سعيكو قفضو ذاتو الدنيا آخرو وحاد سميسا فاحكم بينهم بالقسط لحظو ذا عدالة كحكم عدالة دي قسطيقا وحفظو ذينيا عليسكا وحال يريئك أمركا فاحكم بينهم بالقسط عدالة حكسة دائما هذه اللي بكوت مادو حكم عدالة حكم بالو يري حكم بورصة حكم حكم بالو يري محي كان دو حكم أبها هدو يهي حكم متكو دوي متكو دير عدالة حكسة وحال حكم تا عدالة ها أهاتو لعاق حكم هدي قبر قرح بدن تاعي ها حكومي تبضنا وحال أركي قبر قرحاني يوضي كلي إذا ذالما دواية قرح دي على حكومي ها حكومي واحد حكوم تاوى عدالة دائما حكس عدالة ها حكومي واتقرن إيسان
dadka cadaalada runtii daa'iman waxa cadaalada looga yeelay waa inay uurka madluuminta ay geliyaan farxad waa inay dul istaagaan oo ay garab istaagaan madluuminta inay garab istaagaan markaas sidaa ayay sida cadaalada ah xukuntid eeg إن الله يحب المقسطين إلهي وحج عليها قوة عدالة سمية كان كودو هدوية آبها آبها إمدر البادية هدي لغو كانوا محاد سمية نيسا حاس كاقي إيو مدر المية هدي لغو كانوا محاد سمية نيسا محاد سمية نيسا هدي بورسل عقا إيو مدان وحبا هيسا ولكن لدلما يو هدي لغو كانوا محاد سمية نيسا إلهي محولي يحيادنا كونوا يلا هدلايا والله يا إنو سر رسولك الله هدليني صلى الله عليه وسلم رسولك واغونا ولا أبو الله هدلي ونو كقول استيجان وجوغا وحو الله هدلي واغر صوريالك إمغلي مانت أيو الله هدلي يا الله آيادنا إمي كي سود ديسا دوشين يكسود ديسا عدك لله هدلي ميسا آيادا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو أك على أنفسكم أو الوالدين والأقربين تتك إيمانك له صدد مؤمنين ماهدين قصوريال تتك إيمانك له واحد سميسان كونوا أهذا مركض قرق هذا إيسان أهذا قوامين بالقسط هو عدالة أوغا أو كتاقا عدالة أهذا شهداء لله إلهي ترتي إذن هو أركا أقبنيو ما أركا يكفري حكسد عدالة ليري لبضى إذن حرفة إذا حدي إنتان لقارين ولو على أنفسكم نففيالك نبا الله كيالي وحا وحا لغف ريا إذن بيقى قالي آديقى هداتا هاي قيرو إسجي ولو أج معناك لهدنا قوامين هذا إلهي درتين أفرى هدي فريتان كان عدالة دان إبك كيمن يا دش هذا هدي لغو قورعيو هدي لغو قرحينيو هدي لغو بركعينيو ولو على أنفسكم وإن أهاتا شهداء لله هدي لوضع روحك عرفني يا أي والدين يهين أو الوالدين بل والأقربين أبتئي أدار هدي هرطة فريان كان رمي يهي إذنك ودى لذن ساري أو قصتك إنادي حق إناد دائما حكمتان فاحكم بينهم بالقسط أمر واي هدنا إيك رسول كان لأمري إن قولنا والين أمري وحال لي يهي إن الله وأمر إن الله يأمركم 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 وحو إذن أمر يا هذا حذينها ما أنت مدن سري قد بشر قابس دو شيء جاي أوامرتي أدنى سي سي وأنو فولي ني وأنو كخص بيا إنو فولي أمر هدو ما أنت بحيو ماذا حذينها ولا فولينا يا waxa amarka bixinayo waa allah subhana yusina ya garsoorayaalka inna allah ya'murukum garsoorayaal ilaahi wuxuu maanta idin faraya an tuaddu al-amanati ila ahliha amanat ka qorta laydan ka saaray idin cusleeyay ummadan madluuminta shacabka dhiban aad u qaadeen inaad u gudaan ila ahliha inaad garsiisaan ehelkeedii أهل كذا وقوة ظلما عند جارسيسان ظلمك أتكادان كو وإذا حكمتم فحكم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل تتكهدات كالحكومة إيسان خلافات كوضات كالجرسور إيسان إنك عدالة إنك حكمتان وأمر تتكلم بأكل بحيان مركا أمر كان وحال سيئي هد هورتين وحال سيئي ملائقه بل سيئي إبليس كنت احجره لا بيوكل بحين كوا قل هذا ملائكتي إيو كدي إذا إنكار قباء فاسق أولي رهد إبليس لو دس الله كلا بحي بحيو كدن بيين ورو سجود آدم بليين إذن كودن سجودا ملائكيه أمر كي واقاتين سمعا وطاعا وي سجودين إبليس سوادي دي أمر كي إلهي سيدة إنبغن وقبصو ريال كينا أي أتيدين وان إذن عدين هيا إبليس كي دي دي محا إلى هاي شهي سببت أدي دي اللوي دي وحو يري أنا خير منه وأسجود لها لكن أنا كخير بدن أك سببتي سا
محالي يري مركا أذيقا إيو كوهو كورا عبا محالي يري جهنم إذا كبوت حنينا ننك أمرك إلهي ديد هالكاس أدام بيسا وكالي قرسوري الكيني أمركاس الذي سيي فاحكم بينهم بالقسط اللي يري وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل يا لا وحال ذلك كونوا قوامين هذا بالقسط اللي هي قرسوري الكيني سدحي وكالب حين حان ينوشيقا يا رسول كان صلى الله عليه وسلم أو ملينينا هذا الكمانان سوركور ليري لكن من توحوك هذا ليا قرصوريالك إمقليا إي هرفديا يكو شاشده إيقيا صوماليا ميلو البو إيجوغان قرصورها إيضتك عدالتا إي وحكالا قرصوريا سدحي أكالا بحين حبيب كان ينوشيقي صلى الله عليه وسلم سدي ملائكه أكالا بحين يعني ملائكة إبليسك أكالا بحين وكونا هيو القضاة ثلاثة القضاة ثلاثة قاضيان في النار والعياذ بالله وقاض في الجنة صدحي أكلب حين أمركي وركونوا قوامين بالقسط عدالتكم حكومة أحكمين هوذينا أحكمين جهلي أحكمين بورصة أحكمين أحكمين بورصة ننحل ببانا وضح حكمين ودكسون تيهينو مالينك قرصورك لقاضي هبينك كهر ريام المقديا قرصوريه لقلايا markaas boorso lacag loo diiba xilliban ba keenaya waxa keenaya kalkaaliye waxa keenaya la taliye waxa keenaya qareen inta ay isarki karaan ah qabil ba keenaya oday inkaar qaba keenaya oday dhaqameed ayaa keenaya oo ninki waa afuxun maxaa la yiri xisho war uga tan weeyaan kadib waxa la yiri waa malcuun ninka raashiga ah ee wax geynaya waa kan dhalimka waxa wax laga geeynaayo waa taqaana waa ninki xaq lahaa ee miskiinka aha way idin cada laalimki baa wax geeynaya kadibna uu u geeynaaya wuxuu u geeynaya qaadigii xir ilaaliyaashii maxkamaddi ayaa la geeynaya waa murtashi maxaa la rabaa lacagaha lagu kala qaadanaya fil xukmi waan in la miisaanka la rogo weeyaan waa shaqadii ibliiska marka lama ogola waa malcuun buu ku noqonayaa war maxaad ku cunaysaa lacagtan maxaad ku cunaysaa maxaad ku qaadanaysaa waxaa xaaraam إن حتى هديت لسيو نينكا محكمة جوجا نينكا قادقة كان دتك قرصورة هديت حتى لما أقول إن لسيو ما حد قاضتي وحد قاضتي نوال جاكت جايا وحلو يري ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل سيحق ترها العقاد يحدينه قعونينا إذا لما كعاد وح قادنا إذا ما هو أحد حكومة إذا واحد وقعت واحد كالمين سوى ظالم أدنى وحلو يري كالمين مظلوم كأنصر أخاك ظالما أو مظلوما ولالكا ووالالكا ننكم ننك ذلك وحان أركيهم تيجد بضان أو شيغان أي ظلم شيغان أي إن حكم كود اللو قدك تيجين شيغان أي رنتي ما دام برنامج كأن ودن كوهي مدو يهي عفيس ما دام عفيس دور كيس أو عيار أي قلوب تو إسوكين أي ومد أور كود فرحد قلين أي إن مدين أي إذي الكين هوب كينو مانتو كدولي لحين عفيس كما دام أو يهي وحن آدي آد وقعد سنايا قدوميها محكمة السنة إيكار سوريال كمقالة مقدشو بل صوماليا أو إذيل قبل لدى دكا كيميد كار سوريال كالله باركي ويجوغاني إن دكا قاركي أي واحتابانا يا أما حكم كودي لو قدك دكي جهلي لو حكمي إن دب لو فيريو بحاية لي مانتوات حساب تمي كرتان مانتا دكاس مظلومين تاه بري مدول وفرقو إذن قبسانايا وان سنة لواتن سنة كما بحكران دك قاركي وان وحب اللقوه اينين ارين كودي ان ادب في رسان ايا وحا ان كعود سنة يا قرصور يالك تاسي واتا وحان مدحوينها قرن كصوماليد محمد عبد الله فرماجو وحان كعود سنة يا دورك اتاقنتها ودورك حبيبك صلى الله عليه وسلم برنامج كنا برنامج كي عفي سويا عفي ولالكا aad baa loo dhibay isaga iyo saxaabadiisii dawladdi uu hoggaaminayay ayaa dad intay dhibeen faraqa qabsadeen bal dhulkii ka cayriyay dhib badan baa laga galay laakiin markii uu soo noqday wuxuu fidiyey cafis shaamil ah ayuu fidiyey yuu cafiyey dadkii dembiga ka galay qaranka ayuu cafiyey maaha kuwii shacabka ka galay laakiin kuwii qaranka kuwii isaga kuwii dadkii uu mas-uulka ka ahaa dembiyadii wuu cafiyey wuxuu yidhi idhabuu fa antum ulqaa dadkii la cafiyey akhiiran waxay noqdeen dadka islaamka uu ku tiirsanaa ayay noqdeen meeshana soo gaarsii ayay noqdeen waxa aan codsanayaa anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda awqaafta arrimaha diinta
مجعل علماوتين بل مظلومين تودن كجود دتك تاك تدرن وعفضة عتكوا أنا كسر جارسين كرين أنا ومان توحد ليا إلهي درتنا أي إجتهاي وح أنا عطسنا يا إن دتك دولة أي حدي أي رنتي وإن بدن لوحري أو لكن وح لوحرينا وحياب ير ير الله هيستلع جير ير أهكو iyo kuwa arinkoodi lagu degdegay iyo kuwa aan dambiyo waaweyn gelin ideelkood jaalada madaxweyne in dadkaas adigoo runtii ku dayanaya xabiibkeena sallallahu alayhi wa sallam gordo aad dahdid idhabu fa antum mutlaqa ko maxay yeleey isaga la dhahay xabiibka fa'fu anhum wastaghfir lahum afi oo ilaahi u bari aba bakar baa la dhahay wal ya'fu wal yasfahu afiska wuxuu keenaa kalgacayl isu soo dhawaasho uur walaalka inaad farxad gelisid bal reerahoodii kumanaana inaad farxad gelisid ilaahayna camalku ugu jecel yahay waa walaalka uurkiisa inaad farxad gelisid inaad arrinkaasna aad ma aragtay miisaankeeda u yeeli doontid baan filayaa aad iyo aad baan runtii uga xumahay inaan idinku daahiyey laakiin waa wax isaaran xisaabta maanta halkana wallaahi malakuutka maalinka qiyaama way qoran tahay maanta waxaan rabnaa si arrinkan cadaaladda waana u bogaadinayaa qof walba wuxuu leeyahay cadaaladda sidii hor way ka fiican tahay maxkamaduhu sidii hor way ka fiican yihiin xataa dhulalkii isqabqabsigii si fiican bay u socdaan wallaahi neecawdi barisamaadku way bilaabatay ilaahay haydan barakeeye waxaan ku sii riixi karnaa qalbiyadeenu aynu isu nadiifine qalbiyadeenu isu nadiifiya qalbiyadeena isu nadiifiya qalbi qof keliya noqda uurkaa laysu xaaro uurkaa laysku xaaro madaxweynaha ugu horeeya wuu cafiyey dadkii shirkii puntland wuxuu yidhi waan cafiyey annaha lay cafiyo oo walaalihii way iswada cafiyeen waa arrin aad iyo aad u wanaagsan haddana halkan meedhihiina waa kan waxaan rabaa isaga ugu horeeya madaxweyne cabdullaahi maxamed cabdullaahi farmaajo ilaahay ha barakeeye waxaan rabaa in aad iswada cafisaan idaylkiinkaa ugu dambeeya iyo madaxweynaha ugu horeeyana waxaan rabaa ballan inaad ilaahay horti aniga ma aha ilaahay horti inaad qaadaan qalbiyadiina inaad sifaynaysaan hal aad ka dhigaysaan ilaahay qalbiyadu eega wallaahi uma wallaahi waxaa xaqiiqo ah maanta haddaan iscafinna cafiskana afka uusan ahayn qalbiga uu yahay waa guulaysanay qarankeena waa toosay waana ma aragtay waa la midoobay cadowgeena waa ka guulaysanaynaa wallaahi inaan laba sano hadda madaxweynaha u dhiman aysan ahayne sanad iyadoon la gaarin waddankan inuu amni iyo ammaan u ahaanaayo waxaan rabaa madaxweynaha ugu horree gacanta inuu ii taago inuu cafiyey dadkan ma cafiseen.